على الحبيب النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. معلم عمر صباح الله معلم. انا قبل اي حاجه ابو عمر عاوزين لايك واشتراك في القناه، واحنا عاوزين 5000 لايك في خلال يومين يا ابو عمر. ماشي يا معلم عمر حبيبي يا معلم عمر. واحنا عاوزين كل الناس تدعي بالرحمه الحاج حسن ابو الحاج، دعاء بالرحمه الحاج حسن ابو الحاج، وكل الناس يا جماعه تعمل اشتراك في القناه، كل الناس تعمل لايك ابو عمر، كله صلى على سيدنا النبي، كله صلى على سيدنا النبي، كل الناس تدوس على الشير والشير يا جماعه. عدناكم بيجيش الا في الخير يا جماعه. وعايزين لايك ايه؟ عايزين لايك صغير قد كده يا ماما. ماشي يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله جماعه النهارده في الايام باذن الله، النهارده في الايام باذن الله رب العالمين 1/8 ان شاء الله. تمام يا معلم، النهارده 8/50 1/8/2022 حبايبنا الحلوين على فيسبوك وعلى يوتيوب، بنصبح عليكم ابو الصلاه على سيدنا النبي. النهارده بفضل ربنا متاح طبعا عجلات تحت العشر مع ورجل. طبعا اللي هرجع لكم تاني بالمفاجاه ديت، اللي هرجع لكم بالمفاجاه بتاع زمان المعلم حماد ابو الحاج بعرض عجول خلايط تحت العشر. عجلات يا جماعه باحسن الاسعار ان شاء الله. خليكم معانا على اللايف، محدش ينسى الاشتراك في القناه، سوى بلدنا على اليوتيوب، والصلاه على حضره النبي. صباح الفل يا عم حماد. صباح الفل يا بابا، احلى صباح عليك وعلى كل مشاهدينا وكل محبينا وكل متابعينا في كل مكان، القناه المحترمه، الناس المحترمه، القناه المصداقيه، ماشي، الناس المحترمه والناس كلها على دماغنا من فوق ابو عمر، وكل اللي يجي يشرفنا ونورنا على دماغنا من فوق. النهارده ابو عمر بنقدم بهايم خليط من العالي تحت عشر، بهايم جاهزه للعشار على طول، ماشي. والنهارده انا بعرض مثلا منهم 10 عجلات، واللي طلب منهم اي كميه ماشي واي اعمار بفضل الله متاحه عندي هنا في المزرعه. اللي طلب ذكور اعمار من 3 شهور لحد 15 شهر في الذكور برده متاح عندي اي كميه واي اعداد في الذكور البقر يا ابو عمر. تمام، اتفرج المشاهده باش عندك، خلينا في اللي قدامنا يا عم محمد، وكل اللي يجينا يا ابو عمر يشرفنا ونورنا على دماغنا من فوق. المكان هنا يا ابو عمر المنوفيه، وسنا قريه عرب ابو ذكري، مزرعه الحاج حسن ابو الحاج. رقم تليفونك مبدئيا يا معلم محمد؟ رقم تليفوني يا ابو عمر مبدئيا لاي حد طالب اي استفسار انا تحت امر اي حد، 010 910 980 980 4 4 9 9 8 يا ابو 9 9 8. المحافظه، المحافظه يا جماعه هنا المنوفيه، وسنا قريه عرب ابو ذكري. ان شاء الله ابو عمر معانا سلالات بتقرا وتكتب وبتتكلم عن نفسها. تمام، بهايم خليط من العالي، وان شاء الله في عندي كميه عشار نزلاني كمان يا ابو عمر، خليط عالي ماشي، عشار فيهم بيبدا من 3 لعشار 7. تمام ماشي، للاستفسار عنهم في اي حاجه انا تحت امر اي حد، ان شاء الله الكميه دي كلها توصلنا ان شاء الله يوم الاربعاء يا بابا. يوم الاربعاء ان شاء الله باذن رب العالمين. النهارده المعلم حماده بيقدم لك طبعا مشروع من انجح المشاريع، صلى على سيدنا النبي. عجلات جاهزه للعشر، جاهزه للقاح على طول من النهارده. عجلات يا عم، عجلات متربيه هنا في بلادنا يا ابو عمر ماشي، وطاريه على اكلنا وعلى شربنا، وبهايم صحه وقوه ومناعه عاليه زي ما انت شايف. تمام، ومال واخد كافه التحاصيل، وبهايم حلوه ترضي الله. صلى على سيدنا النبي ابو عمر، صلى الله عليه وسلم. نظام والبز اسمر وحلاوه وحاجه حلوه بما يرضي ربنا. صلى الله على الحبيب النبي يا جماعه. بهايم صنفه وبهايم سلاله، البهايم بتتكلم عن نفسها يا باشا. رجع محمد قال لا تلقى الله، رجع العشره كلهم كده بسم الله ما شاء الله. معلم احنا النهارده محضر لنا 10 دبابات طبعا من العيار التقيل قوي، ربنا يبارك يا رب للمشتري. بكام عم ال 10 دول يا عم حماد؟ ال 10 دول هندخل في السعر مباشر يا ابو عمر برضه، عشان هنخش في السعر مباشر على طول، مش عايزين نطلع على المشاهد، مش على المشاهد. بس احنا قبل اي حاجه عايزين ايه؟ بس احنا يا جماعه قبل اي حاجه عايزين الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين الصلاه على سيدنا النبي بس، وحدوا الله وصلوا على سيدنا النبي عشان نقدم لكم اسعار حلوه بما يرضي الله، وعايزين لايكات حلوه، وعايزين لايكات حلوه، وعايز كل اللي معايا على البس، كل اللي معايا على الفيديو ماشي، كل اللي معايا على البس، كل اللي معايا على الفيديو يدعوا بالرحمه والدعاء والمغفره للحاج حسن ابو الحاج ماشي، وكل اللي معانا على دماغنا من فوق يا ابو عمر. بهايم دي جاهزه للقاح مباشر. تمام، بهايم صارف قدامك يا ابو عمر وقدام المشاهد وقدام الكاميرا. ال 10 تفاحات دولت يا ابو عمر النهارده بما يرضي ربنا، بما يرضي ربنا بنعرضهم. فرجنا ال 10 كده الاول، فرجنا السلام عليكم يا جماعه حصول البهايم كده كله يعمل لايك يا جماعه كده، وصل على سيدنا النبي اللي كده يا جماعه. سلام معلم عمر كلبان، فرجعنا واحده واحده كده، كله يعمل لايك. معانا عرض الاثنين يا احمد محمد، انت هتعرضهم النهارده يا باشا. انا عرضك اللي انت عايزه يا بابا. معانا برضه يا جماعه لسه عرضنا اثنين، كله صلى على الحبيب النبي كده، كله شار الفيديو. طبعا الناس اللي معانا اللايف المشاهد المحترم
الرجاء طبعا بالاشتراك على قناة سوق بلدنا على اليوتيوب، اللي حابب يتواصل معنا عشان يشاهد كل عروضنا طبعا على اليوتيوب على قناة سوق بلدنا، لان احنا احيانا بنفضاش نفتح اللايف، كل عروضنا بتبقى على اليوتيوب على قناة سوق بلدنا عشان بنختصر يا جماعة على طول ما بنطولش في الفيديو، اما اللايف كده كده يعني بايه بيطول معنا عبنا بنجمع مشاهد معنا وزي كده بيطول معنا شوية. الصلاة على حبيبنا شكرا يا رب وباين صحة وقوة ومناعة عالية يا ابو عمر ومال يرضى ربنا. الصلاة على حبيبنا المال يرضى ربنا يا ابو ربنا يبارك يا رب ما يرضى الله باين سمحة كلها بسم الله ما شاء الله تبارك الله وباين اعمارها كلها من 15 شهر ل 16 شهر يا ابو عمر بل سمح كله ومال نضيف ربنا يبارك يا رب عجلات كلها بدمها يا جماعة زي ما انتم شايفين قدامكم وخليكم برضو معانا على اللايف عشان نشوف دلوقتي السنة معلم حماده بكام ال10 دولار معلم حماده ال10 دولار النهارده ابو عمر بما يرضي الله والسعر بتاعهم بما يرضي الله بس انا عايز يا جماعه من كل المشاهدين اللي معانا عايزين لايكات حلوه وعايزين تعليق فيها الصلاه على سيدنا النبي عشان نقدم لكم كل يوم جديد يا معلم ابو عمر احنا عايزين لايكات يا ابو عمر اشترك في القناه عشان نظبط لكم الاسعار النهارده هنكسر لكم الاسعار يا ابو عمر هنجيب السعر من تحت الحزام يا ابو عمر السعر من تحت الحزام يا ابو عمر احنا عايزين ايه كل الناس تعمل لايكات واشتراك في القناه وكل الناس ما زي ما عدناكم بيجيش لغر في الخير يا جماعه ماشي يا معلم ماما السعر بيجيش لغر بكام احنا ال10 دول 10 دول بعد النهارده يا ابو عمر بما يرضي الله ونعم بالله باشا سعرهم بما يرضي الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله 10 دولار النهارده يا ابو عمر مش هنقول لك عجبتهم ب 23 ولا ب 21 يا ابو عمر بكام؟ 10 دبابات يا ابو عمر ماشي بما يرضي الله خليط من العالي نسبه الخليط فيهم عاليه اللهم صل على سيدنا النبي مشروع كسبان ال 10 دولار النهارده بما يرضي الله يا ابو عمر ب 162500 ب 100 162500 يعني عجلتهم 16250 يا ابو عمر 16250 يا جماعه اظن دلوقتي كل السنه اشتري كده اللي عايز عجله واحده من العرض ابيع له اللي عايز نص العرض قبل ما اخش اللي عايز العرض كله الف بركه عليه يا ابو عمر تمام العرض ده يا ابو عمر فيهم عجله تزيد 500 700 فيهم عجله تنقص 500 تمام ماشي العرض شايل بعضه يعني هي الباقي كلها اعتبر احجامها باحجام بعضها تمام بس فيهم عجله تزيد 500 فيهم عجله تنقص 500 تمام اللي عايز عجله واحده ابيع له اللي عايز العرض كله الف بركه عليه تمام رقم تليفون رقم مدير طلب منهم اي كميه انا تحت امر اي حد ربنا يزيدك يا عم حماده ويقدرك يا رب رقم تليفونك يا عم حماده الاول كده رقم التليفون يا ابو عمر 010 010 980 طب انا يا جماعه اللي محتاج العرض ده رقم التليفون برده احنا بنقول اهو 010 يا ابو عمر مال ده دبابات 010 ترضي الله 010 يا باشا 980 4 998 يا ابو عمر مع الرقم الثاني برده معانا يا جماعه الواتس او موبايل 010 22 5 3 7 8 4 6 اللي عايز يتواصل مع المعلم حماده حسن ابو الحاج طبعا اللي هيجيب العرض ده يا جماعه دلوقتي على المباشر وطبعا ما نقدرش بصراحه والله يا ابو اسماعيل انا مش عايز اتصور كمان المعلم حماده مش عايز اتصور بس طبعا المشاهد معانا على قناه سوق بلدنا العرض ده ما بخلش عليه انا فضل ربنا يعني التصوير من غير تصوير يعني صباح على الله ما فيش حاجه عندنا بتقعد بفضل ربنا سواء من عملاء كتاجر فلاح بفضل الله مفيش حاجه قاعده ان شاء الله رب العالمين بس احنا بنفرجكم على ايه على السرولات اللي قدام حضراتكم همت ورزق صاحب النصيب ال10 دول رزق صاحب النصيب من انجح المشاريع والله يا جماعه من انجح المشاريع ربنا يوفق يا رب ويبارك قايم ينقال عليها بنات استراد عجلتهم ب 21 وب 22 والكلام ده كله لكن انت هنا فرجني تاني النهارده ماشي لكن انت هنا مفيش الكلام ده يا ابو عمر تمام بما يرضي اللي تطلع على البال تاني يا ابو عمر كده واديهم نظره تانيه كده مال كله يرضي ربنا بالصلاه على سيدنا النبي ربنا يا باشا يبارك لصاحب النصيب وربنا يبارك للمشتري وبرده يا جماعه عايز ذكوره بقر معانا اسعار عشرات عشرات ونص 11 12 بص يا ابو عمر الباكيه دي فيها 18 ذكر تمام متوسط سعر ال 18 كلهم في قلب بعضهم 11250 تمام سعر ال 18 كلهم في قلب بعضهم عجلهم عامل 11250 انت بتقول يا عم حماد 11250 اعمار 5 شهور و 4 شهور اسمع يا ابو عمر السعر حلو متوسط سعرهم في قلب بعضهم 11250 فيهم عجل كبير يزيد 700 800 وفيهم عجل ينقص 700 800 يا ابو عمر يعني معانا المتوسط هنا كله في بعضه 11 18 راس يا ابو عمر 18 ذكر 18 ذكر يا جماعه المتوسط معانا
11250 فيهم عيد جان جزو. بسم الله ما شاء الله بيور. صلى على سيدنا النبي ابو عمر. مال قديم مال متحصن بايم واخده كبه التحاصيل بتاعتها ابو عمر. طيب تمام يا محمد. طب دلوقتي يا محمد لو انا زبون وجيت لك مثلا نجيت الصغار شويه ده. الصغار شويه ده يا ابو عمر 10500. تمام. العشر الصغار ده ب 10 ونص. ماشي. وفي هنا عجل ثاني صغير يا ابو عمر ب 10000 بس يا ابو عمر. تمام ماشي زي ده. تمام. عجل ابن 4 شهور. تمام. ماشي. هنا عجل كبير شويه يزيد عن العرض 500. تمام زي كده يا ابو عمر. عايز ال 18 ذكر في قلب بعضهم على 11250. تمام. يعني احنا بنضرب السعر بنخلي المشاهد يتفاجئ معانا بالسعر. صلاه الحبيب النبي. صلاه النبي محمد يا ابو عمر. مال متحصن وبايم واخده كفه التحصين وبايم كلها قديمه واكلها كل بكره يا جماعه. برده من انجح المشاريع للتسمين معانا برده بايم كلها قديمه. بسم الله ما شاء الله. هدي بعد اسبوع كسبان، بعد شهر كسبان، بكره كسبان. ربنا والله يا ابو عمر بما يرضي ربنا بما يرضي ربنا مدينهم كفه تحاصيلهم. روسي مستورد ماشي. امزول تاني يوم مع فلادين مستورد. يعني المال اللي هياخد اكل وشرب زي ما انت شايف الاكل. فرجنا مش على المشاهد يا باشا على الاكل والشرب. فرجنا على العرض النت اللي معانا. طلع سيدنا النبي ابو عمر. ربنا يا رب يبارك يا جماعه صاحب النصيب وصاحب المال. مال صلاه النبي. برضو يا جماعه الرجاء الرجاء طبعا الناس اللي ارشاد معانا ادينا رايك في التعليق. مش طايره حاجه يا باشا. اديني رايك في التعليق. اديني رايك في التعليق في الاسعار انت شايفها قدامك. اديني رايك ما تدخلش عليا في التعليق. كل واحد رايه في التعليق. كل واحد صلى على سيدنا النبي. استغفر ربنا كده احد الله. ربنا يا رب يبارك. انا عايز لايكات حلوه من كل المشاهد اللي معايا. عايز لايكات حلوه وعايز تعليق حلوه فيها الصلاه على سيدنا النبي عشان نقدم لكم اسعار قنبله. معايا هنا كره ابو عمر برضو احجام كبيره باين تخش علف ماشي. واللي طالب منهم اي كميات بفضل رب العالمين اقدر اوفر له. وهنا بسلم اسعار بفضل الله ابو عمر. اسلم اسعار جمله. تمام. اسعار جمله. يبقى معنا ال 10 دول يا عم محمد. المربي ابو عمر اللي بيجي ياخد عجله سعره زي سعر التاجر اللي بيجي ياخد بال 100 راس. تمام. يعني السعر هنا عندي من تحت للكل بما يرضي الله. ربنا يزيدك يا رب ويبارك لك يا عم محمد. هنا اربع تفاحات ولسه برضه يا جماعه معانا. ثواني يا عم. لسه معانا برضه يا جماعه 6 نت اهو برضه هنخش لكم عليهم. احجام صغيره. معانا اربع نتي هنا احجام برضو تحت العش بنتفرج عليهم. طب عمر هنا اربع اناتي واحده فيهم عمرها 12 شهر. الصغيره دي يا ريس عجله عمرها 12 شهر. دول اربع نط. سعيد شوف ان الجماعه. تمام ماشي. وهنا الثلاثه التانيين دولت اعمار 14 شهر. اعمار 14 شهر. ماشي. واحده 12 شهر والثلاثه التانيين دولت اللي هي الوشطان الاحمر دول دي والاثنين البراونيات دولت ماشي. ثلاث دولت اعمار 14 شهر وعجله واحده عمرها 12 شهر. تمام. بكام سعر الاربعه دولت كام النهارده يا ابو عمر بما يرضي الله؟ تمام معلم حمام. سعر الاربعه دولت في قلب بعضهم يا ابو عمر النهارده بما يرضي الله. احنا عايزين الاول ايه؟ عايزين لايكات حلوه يا جماعه وعايزين تعليق الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما بتعمل لايك كل ما بتيجي هنا بنعمل معك الصح والمشاهد اللي عارف كده ماشي. الاربعه دولت يا ابو عمر النهارده بما يرضي الله بما يرضي الله ثمنهم 60000. كم؟ 60000. سعر عجلتهم 15000 جنيه. 15000. الاربعه في قلب بعضهم ب 60. تمام. فيهم عجله الكبيره دي اللي هياخدها هتزيد عن العرض 350 جنيه يا ابو عمر. مش هقول لك هتزيد 1000 ولا 2. دي تزيد 350 جنيه. في عجله ثانيه هنا برضو تزيد لها فرنج 300 جنيه يا ابو عمر. تمام. فيهم عجله ثانيه زي دي كمان تزيد لهم تزيد لها فرنج 300 جنيه يا ابو عمر. فيهم عجله صغيره تنقصلها تنقصلها 1000 جنيه. تمام. ماشي. يبقى الاربعه في بعض يا جماعه. بعضهم ب 60000. الف بركه عليك. الاربعه في بعضهم طبعا ب 60000 جنيه. معلم حافظ هيقول لكم الاربعه اللي عايز عجله واحده هياخد. اللي عاوز الاربعه مفيش اي مشكله. بايم كلها يا جماعه والله. الاربعه دولت يا ابو عمر مع ال 10 التانيين الاساطيل اللي جوه. ركز معايا يا ابو عمر كده لحظه يا باشا. اللي هياخد ال 10 الاساطيل دولت. ال 10 اساطيل دولت ربنا يبارك ويحمل صاحب المال وصاحب النصيب. اللي هياخد ال 10 دبابات دول ماشي. اللي هياخد ال 10 دبابات دولت مع الاربعه دولت مشروع كسبان بما يرضي الله ونعم بالله يا باشا. ال 10 اللي عندك دولت يا ابو عمر نقول ونكرر تاني ب 162500. 162000 يا جماعه 500. يا رب رسالتك وصلت الناس كلها. مش هقول لك اللي عجبتهم 25 ولا 23 ولا 22. بايم كلها جاهزه للنكاح من النهارده بفضل الله. يعني بايم كلها جاهزه للعشر ان شاء الله من النهارده. طبعا السرفان قدامك اهوت برضو مفيش تغيير بفضل ربنا. كلمه اربع حلالات مسطره من تحت. يعني مال ناخد كف التحاصيل. مال سليم بايم حلوه زي ما انتم شايفين. اللهم صل على سيدنا النبي.
اللهم صل على الحبيب النبي. ربنا يبارك، ربنا يبارك للمشتري. يبقى قد معانا 10 هم ب 162500 ب 162500 ال 10 يا جماعه كلهم اربع بزاز مسطره من تحت وشوش سمحه حاجه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا ابو عمر عمال بيتكلم عن نفسه. طبعا يا عم رقم تليفونك، رقم التليفون يا باشا، رقم التليفون لو حد احتاج مثلا العرض ده اللي هو ال 10 او الاربعه. اللي عايز عجله واحده من العرض هبيع له يا ابو. تمام. اللي عايز عجله من العرض هبيع. رقم التليفون يا عم حماده. المربي اللي جاي عايز عجله واحده هبيع. رقم التليفون يا باشا، رقم التليفون يا ابو عمر 010 980 4 9 9 8. المعلم حابب اقول لك برده معانا اتنين اهو، يعني اربعه هم قد كام؟ بره المشاهد كده جوه على الكوره دي. اربعه دول 60000 يا عم حماده. اه الكرة دي سلالات عالية وأصناف عالية وبهايم ترضى الله كلها. اللهم صل على النبي. فرق واللي عايز برضه الكرة يا جماعة برضه فضل ربنا معانا. طب فين تقتل عم حالنا البيور؟ فهتعرضهم بكام؟ فين تقتل برضه معانا لسه بيور؟ عايزين لايكات كده. الله شير الفيديو وكله يصلى على النبي. هنا عجلة بيور براون سويسري. عجلة براون سويسري يا جماعة. دبابة. فرجنا معانا الجزء دول. هرجع أنا. وحد الله وصلى على سيدنا النبي. وآدي عجلة نور فول برضه معانا. عجلتين تحت تحت جاهزين للقاح. بس دول يا جماعه بيور مش خليط، ده هم بيور مش خليط. دول يا جماعه الجاهزه هي بيور مش خليط. تمام. يبقى احنا عرضناكم الخليط بيور من العيار الثقيل يا ابو عمر. عجله براون اسباني او براون سويسري، عجلتين على وش عشر ان شاء الله مباشر يا ابو عمر. تمام. بكام هنحل الاثنين دول باذن الله؟ عاملين عرض دولت النهارده يا ابو عمر بما يرضي الله، بما يرضي الله ثمنهم 41250. وعشان خاطرك يا ابو عمر وخاطر مشاهدينا هنطير ال 1250، هيبقوا الجوز دولت عاملين 40000. 42000 يا ابو عمر. بنت يوم من قلب مزرعتها ثمنها 15000 البراون السويسري دي. بيور يا جماعه مش خليط على فكره. بيور بيور. والمشاهد يا باشا عندك معلم عارف، عارف قيمه العجله وعارف معنى العجله وعارف العجله البيور من العجله الخليط. تمام. ومعانا هنا الاربعه دول بكام؟ ب 60000. ومعانا ست انتات ب 66. انا اقول لك على السلام بقى. انا معانا سته ب 66000. معلش بقى، معانا سته بكام؟ فيهم اثنين، فيهم اثنين بنات استيراد. يعني العرض كله النهارده نوتي اهو. يبقى انا لازم ادي معانا سته ب 66، عجلتهم ب 11000 في قلب بعضهم. طبعا اللي عايز عجله هياخد، اللي عاوز بنت الاستيراد دي لوحدها يا جماعه ب 13.5، اولها واخرها 13.5. تمام. اما اللي عايز سته في بعضهم على 11000 جنيه، سته في بعضهم على 11000، وده السعر النهائي خالص. الاعمار، الاعمار من كام؟ من 6 ل 7. الاعمار من 6 ل 7. معاك عدة بيور يا ابو عمر، بس احنا هنبيع على خليط يا ابو عمر. تمام. معاك عدة بيور يا ابو عمر. اقسم بالله يا جماعه في عندنا واحده هنا المان القرعه ديت الصغيره ديت. تمام. ومعانا واحده بنت الاستيراد دي هنبيع بسعر الخليط قسما بالله. وربنا يبارك للمشتري وصاحب النصيب. المحافظه المنوفيه وسنا كانت عرب ابو ذكري مزرعه الحاج حسن ابو الحاج. ومعاكم المعلم حماده حسن ابو الحاج ابن الحاج حسن ابو الحاج. رقم تليفون المعلم حماده الثاني مره 010 9 180 4 9 9 8. ومعانا 18 ذكر هنا او 19 ذكر، المتوسط بعده 11 250. عايزين يا معلم عمر، سلوك كل الجيد يا ابو عمر. واحنا يا جماعه كل الناس تدوس على الشير، والشير يا جماعه زي ما احنا عودناكم نجيش الارفرخيه حبيبي يا معلم عمر. المحافظه المنوفيه جوسنا كانت عرب ابو ذكر مزرعه الحاج حسن ابو الحاج. تليفون 010 واتس، واتس او موبايل 010 22 5 3 7 8 4 6 010 980 4 9 9 8. شكرا اليكم على حسن معاكم معانا. كان معكم اخوكم ابو عمر ابو الحاج، وانتظرونا باذن الله في لقاء اخر. والسلام عليكم. يا عم حماد عايزني؟ يا باشا عايزني يا باشا؟ ما استغناش عنك يا عم ابو عمر. انا كنت انا قافل بس، انت عايز اي حاجه؟ يا باشا انت على دماغي وكل المشاهدين قناه صوت بلدنا كلهم على راسك فوق، واللي طلب اي حاجه انا تحت امر الجميع يا ابو عمر. ماشي. واللي بيسالني يا جماعه اللي بيرن عليا دلوقتي وبيسالني على الديكوره البيور الاسباني، انا عندي ديكوره بيور اسباني. تمام. ماشي. اللي طالب منهم اي كميه واي اعداد بفضل الله متاح عندي في المزرعه الثانيه. الموازين هنا عندي من 170 كيلو ل 200 كيلو يا ابو عمر. تمام يا محمد. بيور اسباني من 170 ل 200 كيلو من اعلى السلالات ومن اعلى تحويل بهايم. ماشي. واللي طالب اي كميه واي اعداد انا تحت امر الجميع.
شكرا لك يا عم حماده. وهنعمل ان شاء الله النهارده بس على الديكوره البيور الاسباني ماشي، واي حد يجينا على دماغه من فوق يا بابا. شكرا لك يا عم حماده. لا بس ده مش فيديو ولا بيدك، انا معرفش ما اعرفش ما اضمنش ظروف، انا مش ضامن ظروف. عمر ان شاء الله واحيانا هنفرج المشاهد على الحلويات. شكرا لك قناه سوق بلدنا يا ابو عمر اللي بيطلب اي حاجه على دماغه من فوق. شكرا لك يا عم حماده.